أتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ما المتوفر، ما المطلوب، ما الخطط، من عمان عبر الهاتف مع إيناس أبو خلف مديرة المركز الإعلامي بمنظمة أطباء بلا حدود بالأردن بمكتب الأردن. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة إيناس. يعني لخصنا الوضع، نتحدث عن مبالغ كبيرة يعني مستحيلة وفق كثيرين اليوم، انطلاقا إذا ما قارنا بالمساعدات التي تقدم منذ حديثنا عن هذا عن هذه المأساة إلى الآن. تفاصيل أكثر عن أي معلومات لديكم فيما يتعلق بهذا الوضع الإنساني وفق ما ترصدونه أنتم؟ مساء الخير لكم. أهلا كما وسهلا. ذكرتم الأزمة لم تنتهي بعد، يعني لا يزال الناس يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش خشية على حياتهم وطلبا للأمان، على الرغم من أن أعداد الواصلين ليست بالكبيرة حاليا، لكن لا تزال أطباء بلا حدود تشهد وصول بضع مئات إلى فارين من ميانمار إلى بنغلاديش أسبوعيا. سألتم عن الوضع الإنساني، الظروف المعيشية صعبة جدا والاحتياجات الإنسانية والطبية على الأرض تفوق ما هو متوفر حاليا. نحن في أطباء بلا حدود دقينا ناقوس الخطر، لا سيما مع دخول موسم الأمطار والرياح الموسمية، خوفا من تفشي الأوبئة والأمراض. نحن نتحدث عن جماعات يعيشون في ظروف إنسانية صعبة دون توفر لمياه الشرب الصالحة للشرب، غياب لخدمات الصرف الصحي، وهذا يزيد يعني احتمال تفشي الأمراض الصحية مثل الإسهال الحاد، حمى التيفوئيد، التهاب الكبد الفيروسي والملاريا وغيرها. يعني هذا فيما يتعلق بالأمراض. في عنف جنسي نتحدث عنه دائما هناك، ما الذي استقبلتموه كمنظمة هنا فيما يتعلق بهذه الحالات؟ فيما يتصل بالعنف الجنسي منذ نهاية شهر آب الماضي حتى نهاية شباط العام الحالي شباط 2018، عالجت أطباء بلا حدود أكثر من 220 ضحية عنف جنسي في وحدات الصحة الجنسية والإنجابية التي نديرها. كان معظمهم ضحايا اغتصاب، حوالي 166 منهم كانوا ضحايا اغتصاب، وأكثر من نصفهم كان دون سن 18. هذا طبعا بناء على ما رصدته فرق أطباء بلا حدود في الميدان، لكن من المرجح جدا أن يكون عدد ضحايا العنف الجنسي أكبر من ذلك ويفوق العدد الفعلي. ولدينا على الأرض كوادر متخصصة لعلاج الضحايا الذين تتم إحالتهم نتيجة التعرض للأذى. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ طبعا التعامل بالدرجة الأولى، يعني طبعا هناك أفراد لفرقنا التي لديها إمكانية الوصول المجتمعي، بمعنى أنها تتحرك ما بين الجماعات النازحة في المخيمات ويتم الإبلاغ عن إمكانيتنا بتقديم الخدمات المجانية. شهدنا حالات، على سبيل المثال هناك يعني حالات إجهاض نتيجة يعني حوادث الاغتصاب، وهنا أيضا نحن قلقون حيال الصحة الإنجابية، يعني لأن عدد كبير منهم لا يمكن وصول للمرافق. اغتصاب نساء حوامل يعني؟ نعم، أو حالات حمل نتيجة الاغتصاب، فيكون هناك رغبة بالإجهاض، وهذا أيضا يرفع يعني الخطر على حياة النساء ممن تعرضنا للاغتصاب. فيعني هذا بشكل أساسي، لكن كما ذكرت يعني بشكل عام بعيدا عن العنف الجنسي فقط، هناك يعني احتياجات طبية أساسية لا سيما مع يعني الأمراض السارية مثل أمراض الضغط، السكري وغيرها. هؤلاء أيضا بحاجة لرعاية طبية. أيضا إذا ما تحدثنا عن الحاجة الملحة لضمان توفير اللقاحات الأساسية، لا ننسى أن لاجئين الروهينجا كانت فئة يعني هي فئة ضعيفة، وبالتالي كانوا محرومين أو لا يحصلون إلا على القليل من الرعاية الصحية فيما ينمار أساسا، فما بالك في حال وجود النزوح. لأي فترة تعملون سيدة إيناس؟ يعني عملكم هذا كيف تحسبون أنتم
الوقت، يعني إذا ما تحدثنا نحن سياسيا حسب الاتفاقات بين بنغلاديش وبورما، يعني نتحدث عن عدم عودة قبل سنتين، أنتم تأخذون هذا الأمور بالحسبان؟ طبعا نحن موقفنا يعني بما يتصل بموضوع العودة أو إعادة اللاجئين، موقف أطباء بلا حدود واضح في هذا السياق. أي عودة أو إعادة للاجئين الروهينجا إلى ميانمار يجب أن يتم فقط على أساس طوعي، يعني لا يكون هناك إجبار لإعادتهم، وعلى أن تكون سلامتهم مضمونة بعد معالجة جذرية لأسباب العنف. يعني لابد من وقف كافة أسباب العنف وقبل الحديث عن العودة. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني لا زالت منظمات الإنسانية الدولية غير قادرة على الوصول للعمل في ميانمار في شمال راخين، فبالتالي نحن ندعو إلى توفير الوصول قبل التفكير بإعادة هؤلاء. أنا أشكرك. فقط أود الإشارة أنه لابد من ضمان تقديم المساعدات الإنسانية على أرض الواقع قبل يعني الحديث عن إعادة. واضح. أنا أشكرك جزيلا. أعذريني بس انتهى وقتنا. سيدة إيناس أبو خلف، رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي بمنظمة أطباء بلا حدود بمكتب الأردن.